هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير مبسوطين؟ رجع لكم بمقطع جديد ومقطع زي اللهب. طبعا في مقطع اليوم راح نستكمل سلسلة 20 معلومة وتفاصيل مجنونة، واليوم عندنا 20 معلومة وتفاصيل مجنونة في جي تي اي 4، اللعبة الأتقن في سلسلة جي تي اي. فخلونا نخش سويا في المقطع. أولا، الدماء راح تنتشر على الأسطح المقابلة لها بشكل واقعي جدا في حال إنك أطلقت النار على أحدهم. اثنين، رجال المطافي راح يزعلون كثير وكثير جدا لو طلب النجدة كان كاذب. ثلاثة، في الشوارع الغير جاهزة راح تحصل عمال فعلا وحقيقة يعملون عليها. أربعة، شاحنة الايس كريم فيها أغنية سرية جدا أو بوري سري جدا. خمسة، نيكو بيليك فعلا وحقيقة راح يغير قناة الراديو بيده وبنفسه. ستة، أنابيب الماء المنتشرة في المدينة في حال إنك رميت عليها قنبلة نار راح تنفجر مباشرة، وفعلا الموية اللي راح تطلع منها راح تطفي النار الموجودة أسفلها. شوفوا عشان تفهمون. سبعة، محل بيع الدراجات في منتصف الليل راح تحصله مغلق ولا تستطيع الدخول عليه، لكن لو جيت في الصباح راح تقدر تخش فعلا حقيقة، وهذا الأمر كنوع من الواقعية وأن المحلات تقفل. ثمانية، سيارة الاف بي اي وشاحنات نقل الاموال زجاجها قوي ومضاد للرصاص مثل الواقع بالضبط، وزجاجها قوي لحمايتهم من الخطر والى اخره، وعكس السيارة العادية ايضا. تسعة، في حال انك جردت شرطي القوات الخاصة من رشاشه راح يطلع سلاحه السري البديل. عشرة، الشرطي لو زودتها جدا في مضايقته راح يقبض عليك فعلا. Subject last seen on foot.
cornhole good in the joint. Yeah, they say. إحداشر كاميرات السجن فعلاً حقيقةً راح تراقبك وتراقب تحركاتك في حال إنك قربت من السجن. اثناشر في حال انه السيارة مشيت على نار، النار راح تشتعل في الكفرات وتضرها وممكن حتى تفقعها. ثلاثتاشر في حال انك كنت متدمج وهيلك كان جدا جدا نازل، ممكن تدق على الاسعاف ويجون يساعدونك ويعطونك هيل وطاقة. أربعتاشر في مهمة شي إز كيبر، نيكو راح يختطف بنت اسمها غريسي وراح يحطها في الشنطة. طبعا في حال انك يعني ما سكت بشكل جيد وصدمت السيارة كثير كثير كثير، راح تصير لقطة سرية لما توصلها للمكان المطلوب. You got Gracie in the trunk, do you? Yeah. Shit, Nico, her neck's broke. Fuck! Fucking control your driving when the cargo's this valuable. I'll be in touch. Place is really getting to me. 15 نيكو وبيليك تختلف طريقة سرقته للسيارة بناء على الوضعية اللي هو فيها، مستعجل ولا فاضي. ستاشر الزبايل وانتو بكرامة راح تلاحظ انه الحشرات تتجمع حولها. سبعتاشر في ارجاء المدينة ممكن تحصل انبوبات غاز، في حال انك اطلقت على احدهم راح تنفجر فعلا. ثمنتاشر بعض السيارات القديمة والمصدية ممكن تواجه فيها مشاكل كبيرة أثناء تشغيلها. تسعتاشر بإمكانك إعطاء فلوس للأشخاص اللي يعزفون ويغنون وذوي المواهب. عشرين نيكو بيليك أطلق 12 طلقة على دراكو برافيتش، وال12 طلقة هذه هي على عدد زملائه اللي تم يعني غدرهم في صربيا من قبل دراكو. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup for money. 12 people died, 3 escaped. Where am I? What is this place? Hey!
You piece of shit. وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطعنا لليوم، وفيه شفنا 20 معلومة وتفاصيل مجنونة في اللعبة الاتقن في سلسلة GTA 4. شاركونا اراءكم في خانة التعليقات من بين العشرين اللي ذكرناها، ايش افضل معلومة ما كنتوا تعرفوها واعجبتكم جدا جدا جدا. طيب وصلنا معاكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.